يمارس تدميرا منهجيا لبنية المجتمع والفرد، فأقدم على تدمير البنية الأساسية للتعليم ثم البنية الأساسية للقضاء حتى يأخذ الجو، وحول الجيش من جيش الأمة إلى جيش البعث، فألزم كل طالب الجيش وكل الضباط الكبار أن يكونوا في حزب البعث، خلافا لقانون العقوبات العسكري الذي نص على معاقبة من ينتسب إلى الجيش من القوات المسلحة بالسجن 5 سنوات. وانتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وانتهك الأخلاق والأديان. بين عامي 1980 و1990 كان لدينا في سوريا 50,000 معتقل، وفقدنا في مزارع الحضارة وجسر الشهور وحلب أكثر من 60,000 شهيد، وفقدنا في السجون أكثر من 15,000 شهيد قتلوا بين محاكم الميدان العسكرية وبين التعذيب ووسائل أخرى، ومارس إرهاب السلطة، ثم أوصل بخلافته لمشيقه بشار الأسد الذي ما إن تسلم السلطة حتى سار على هدي والده، وفتح السجون وملأها بالمعتقلين. قبل بداية الثورة كان هناك 5,000 معتقل رأي ومعتقل سياسي، ومارست الأجهزة كلها التعذيب على قدر المساق، ومارس الجيوش الكثيرون تحت التعذيب. طفح الكيل بالشعب، طفح الكيل بالشعب، وانتفض في 15 آذار، وسارت ثورته المشينة تتطور من يوم إلى يوم حتى وصلنا إلى هذا اليوم التي عمت الثورة في سائر أجزاء الوطن العربي. النظام يتهاوى الآن تحت ضربات الشعب السوري. لا يهاب الشعب السوري هذا النظام، لقد عزم العزم، لقد عقد العزم على أن لا يعود إلى البيوت إلا بعد أن يسقط هذا النظام اللعين. النظام ليس لديه الآن أحد في العالم سوى قريبته الإيرانية، وبضغوط على العراق لتمارس مساعدة النظام للإسلام.